بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة المركز الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، موضوعنا اليوم هو جريمة القتل الخطأ. إذا كنت تسير بسيارتك في الطريق وحدث تصادم نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بطريق الخطأ، ونتجت عن هذه الإصابة وفاة المجني عليه، إذن يعرف القانون المصري هذه الجريمة بأنها جريمة القتل الخطأ، وهذه الجريمة بينعدم فيها الركن المادي كما ينعدم فيها القصد الجنائي. المادة المطبقة طبقا لقانون العقوبات هو المادة 238 التي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، كما شددت المادة على العقوبة المطبقة وهي الحبس 6 أشهر مع تغريم المتهم 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال ما إذا كان الجاني متعاطيا لمادة مخدرة أو مادة مسكرة يكون الحبس 1 سنة، وتتراوح الغرامة بين 100 جنيه إلى 500 جنيه. الإجراء المتخذ مثل هذه الواقعة حضرات السادة المشاهدين أن تثبت في بموجب محضر رسمي، يتم عمل معاينة للسيارة مرتكبة الحادث. هذه معاينة هي معاينة فنية لبيان مدى استخدام آلة التنبيه من عدمه، وفحص الفرامل الخاصة بالسيارة مرتكبة الحادث والسرعة التي كانت تسير عليها السيارة لبيان سبب وقوع هذا الحادث. حينما يعرض هذا الأمر على القاضي الجنائي يتعين على وكيل القائد المركبة وكيل الجاني أن يقوم بإثبات الخطأ تجاه المجني عليه أمام الهيئة الموقرة، ويكون هذا بإبداء دفع قانوني. هذا الدفع هو عبارة عن أن خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ الجاني، بمعنى أن المجني عليه قد اتخذ قرارا منفردا بعبور الطريق في غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وفي هذه الحالة يكون المجني عليه هو المتسبب في وقوع الحادث. بالطبع أن القاضي الجنائي حينما ينظر إلى هذه الدعوة وإلى ما بها من أوراق فإنه يصدر قضاءه مع تقدير الظروف والملابسات التي تحيط بهذه الدعوة، والتأكيد على أن الخطأ هنا ينصرف تماما نحو المجني عليه وليس الجاني. أعزائي المشاهدين، نرحب دائما بالرد على استفساراتكم، نحن سعداء بالرد عليها، ونعد سيادتكم ببرامج أخرى في موضوعات مختلفة قد تهمكم، ونحن جاهزون للرد عليكم في أي وقت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.